كل الرياضيين في مصر سعداء بعودة النشاط الرياضي. قرار الحكومة المصرية كان قرار صائب جدا، وقرار وزارة الشباب طبعا، والتزام الأندية بالقرارات ديت وعودة الفرق للتدريبات بعد غياب 4 أشهر حاجة طبعا كويسة جدا، واللعيبة والأجهزة الفنية كلها مبسوطة من القرار دوت، وشغالين دلوقتي على تنفيذ القرارات ديت، وطبقا طبعا للإجراءات الاحترازية اللي حددتها الحكومة وزارة الصحة وزارة الشباب، ملتزمين جدا، والنادي الأهلي حط لنا بروتوكول كل الفرق وماشي عليه. الحقيقة طبعا النادي الأهلي أخذ قرارات برئاسة الكابتن خطيب بتوفير كل الإمكانيات للفرق الرياضية في إن هي تقوم بتدريباتها طبقا للتعليمات الحكومة ووزارة الصحة، وإن يبقى ما يبقاش في بخل على أي فريق أو أي إجراءات مهما تكلفت من أموال. الحقيقة النادي وفر لنا بوابات التعقيم، وفر لنا تعقيم الملاعب، وفر لنا الكاشف في درجات الحرارة. طبعا احنا ملتزمين بعملية التباعد، ان احنا في اللعبة بينها وبين بعض تباعد في الفترة دي طبقا للبروتوكول بتاع الوزارة. احنا شغالين عليه لحد دلوقتي في ملاعب خارجية زي ما انت شايف، لياقة بدنية. المرحلة الثانية ان شاء الله في نص الشهر هتبقى في الصالات بقى والتدريبات الفولي بإذن الله. طبعا كان في تعليمات طبعا من إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي ان يبقى في تعاون واتصال بين الأجهزة الفنية واللعيبة بتاعتها طول الفترة الماضية خلال الأربع أشهر بتوع الحظر. كان في تواصل بيننا وبين اللعيبة ان لازم يبقى في تدريبات منزلية خفيفة، وكان جهاز اللياقة البدنية بتاعنا كابتن رانيا وكابتن منا العلاج الطبيعي والدكتورة كان اتصالات دايما مع اللعيبة، بحيث ان يبقى احنا عارفين اللعيبه ماشيه ازاي سواء صحيا او بدنيا. فكان في يعني بيشتغلوا شغل، هو مش شغل عالي قوي بس شغل خفيف، ان احنا بعد كده نبتدي بعديه من في النادي هنا. اكيد طبعا كلهم لعيبه دوليه وعارفين مصلحتهم وعارفين ان هم هيرجعوا، هيبقى وقت قليل على المباريات والتجهيز، وده طبعا لو هم ما خدوش الاجراءات دي وابتدوا كان شغل في البيت خفيف وكده ما كناش هنقدر نبتدي من الدرجه ديت، وكان هيبقى في اصابات كتيره وكده. واحنا برضو في موضوع اللياقه البدنيه هنا شغالين تدريجي برضو، بحيث ان يبقى الاحمال تدريجيه، بحيث ان احنا مش عاوزين نخسر اي لاعب ولا اي نجم عندنا، بالعكس احنا عاوزين نعدي الفتره دي بسلام. الاحمال متقننه جدا، شغل اللياقه البدنيه هياخد وقته، مش مستعجلين برغم يعني الفترة مش كبيرة قوي، بس احنا الفترة دي اهم حاجة عندنا، اهم حاجة صحة اللعيبة نمرة واحد، تاني حاجة ان احنا نحافظ على اللعيبة من الاصابات ونجهزهم على قد ما نقدر للمباريات اللي جاية بإذن الله، نعدي المرحلة دي بدون خسائر، وبعد كده يبقى معنا الوقت نعمل اللي احنا عاوزينه. اكيد طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي كلها كنا متضايقين بسبب التوقف، ومن ساعه ما عرفنا ان النشاط هيرجع واحنا يعني متمنين الحياه الطبيعيه ترجع تاني، ومبسوطين ان احنا هنرجع نتمرن تاني بقى ويبقى فيه منافسات، وان شاء الله نرجع واحده واحده كده نبقى زي الاول. طبعا الثلاث شهور دول فرقوا معانا طبعا في التوقف، وما كانش في مكان ينفع نتمرن فيه، حتى الجيمات كانت قافله، فكان كابتن حمدي مدينا كل واحده بروجرام يعني بنمشي عليه في البيت، واللي بيقدر ينزل يجري كان بيعمل كده يعني عشان لما نرجع ما نبقاش يعني من الصفر، نبقى لسه في شويه بدن يعني. انا لعبت في 6 أندية، وكان اخر نادي لعبت فيه كان نادي الاهلي. انا ما شفتش منظومه متكامله كده غير في النادي الاهلي. اللعيب هو لعيب بس، هو ملوش اي دعوه باي حاجه، كل حاجه بتبقى متوفره. الاداره في اداري بيبقى مع الفريق، الدكتوره بتبقى مع الفريق. انا ما شفتش اي نظام كده في اي نادي من اللي انا لعبت فيهم، يعني 6 أندية كتير قوي في تجارب كتير، بس انا ما شفتش بصراحه منظومه زي منظومه النادي الاهلي في كل حاجه. هو فعلا شغل احتراف، اللعيب هو بيجي عشان يعني يوفروا له الجو اللي يقدر يتمرن فيه عشان يبقى لعيب محترف. الانديه الثانيه في اصلا بيبقى معظم الانديه اصلا اللي انا لعبت فيها كمان ما كانش بيبقى فيها دكتور، اللعيب بيبقى دكتور نفسه بيسال على عقوده، بيبقى الاداري ودكتور وكل حاجه، بس هنا اللعيب لعيب وكل واحد ليه مهمه هو مسؤول عنها. اللعيب بيجي عشان يتمرن وملوش ما بيتدخلش في اي حاجه غير تمرينه بس. اول حاجه خالص هو قبل ما نيجي كابتن حمدي يحذرنا ان احنا
بلاش نبقى قريبين من بعض في معظم التمارين. اللي يتعب لازم يقول، ما ينفعش عشان نخاف على الفريق وعلى بعض. اي حد يحس باي حاجه يقول لنا، والكابتن هيبقى معايا في الموضوع ده وهيديله اجازه لو في اي حاجه. لازم وانت طالعه من البيت تاخدي بالك كويس قوي، بلاش يعني المواصلات اللي بتبقى زحمه. لازم وانت داخله النادي تدخلي بالكمامه، تخلصي تمرين لازم تتعقمي نفسك كويس وتلبسي الكمامه تاني، وخلي التعامل يعني احنا كمامه كلاعيبه ومع بعض بنتعامل مع بعض باحترازيه شويه. هو طبعا احنا يعني يعتبر اول، هو فعلا مش يعتبر، هو احنا اول نادي بدا تمارينه بالفعل. معظم الانديه لسه اصلا ما عندهمش فكره امتى هينزلوا ولا امتى هيتمرنوا. احنا عشان احنا مش هنتنزل عن اي لقب من الالقاب، احنا نزلنا بدري قبل كل ما اهتمناش مين نزل ومين ما نزلش. احنا نازلين عشان ما نفرطش في اي لقب من الالقاب.